قرار وقح، قرار بلا خجل بلا وجل بلا أي ذرة حياء، باعتبار أمانة بغداد هي خلي تحافظ على بغداد أولاً. هذه 100 متر من أمانة بغداد مليئة بالنفايات وبالأشكال المشوهة، بصرياً مشوهة، اللي هي 100 متر أمام أمانة بغداد. أمين بغداد اللي ما يخجل من الناس ضحت بدمها بالطائفية وبالقاعدة وبداعش وبالتفجيرات وبأعداد، أكثر عدد شهداء من الصحفيين العراقيين هو تم داخل شبكة الإعلام العراقي. نهاية دورة ونهاية مرحلة لحكومة عمرها بعد أيام وتنتهي، حكومة تصريف أعمال يبيع لك ممكن حتى الهواء. ما هذه الخطوة إلا خطوة أولى للتصعيد في سبيل استرجاع حق أرض المرسلات، معاملة تحويلها من جنس الزراعي أو إلى أرض سكنية استنفذت من عندنا تقريبا 7 سنوات. سبحان الله، في يوم واحد في ساعة واحدة 10 تواقع توقع على تحويلها إلى مستثمر. حقوق ناس يعني بحدود 4000 منتسب في شبكة الإعلام العراقي، أنه سنتين يشتغلون، يشتغل الأمناء ويشتغلون حتى المسؤولين في رئاسة الوزراء وفي الأمانة العامة لإثبات هذا الحق، وأثبت مش بخطوات مثل ما قلت لك، أثبت وتحول إلى سكني، والمفروض أنه تنحسم القضية. في البداية ندين الاحتداء الآثم اللي تم على بعض موظفي شبكة الإعلام العراقي، وهذا موثق بالصوت والصورة. الأمر الآخر لا قانونية ولا سند قانوني لسلب حقوق الشبكة في أرض المرسلات. كل الموافقات، كل الكتب الأصولية قد تمت، وصلت من المراحل النهائية، وخاصة أن هذه الأرض عادة منذ 50ات القرن الماضي، يعني بها انتفاع، حق انتفاع وحق استثمار للشبكة، ملك خالص جدا. أمانة بغداد والمتمثلة بالأمين ووكلاء الأمين يحاولون استحواذ هذه الأرض تحت ذريعة أنه شبكة الإعلام العراقي تأخرت في تقديم المستمسكات وكل الأمور المتعلقة.